النهاردة هنكمل بقية المفكرين اللي بينتموا للمدرسة الكلاسيكية، وآخر المفكرين دونالد كانوا جون ميل. فهنتكلم النهاردة عن جون ميل في المحاضرة 13، وده يعتبر آخر المفكرين اللي بينتموا للمدرسة الكلاسيكية. أما بالنسبة لأهم محتويات المحاضرة النهاردة، فهنبدأ كالعادة بأهم الظروف المحيطة بجون ميل اللي أثرت عليه وبالتالي كونت تفكيره، اللي هنلاقيه مختلف شوية عن أفكار كتير من المفكرين الاقتصاديين زي آدم سميث أو ريكاردو. هنشوف المنهج التحليلي اللي هو استخدمه، هل هو كان أقرب أكتر لآدم سميث ولا إلى ريكاردو أو مالتس. أما عن أهم إسهامات جون ميل، فكانت تتعلق بنظريته عن القيمة، قوانين الإنتاج والتوزيع والفرق ما بينهم، رأيه في هل تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ولا المفروض ما تتدخلش زي آراء المفكرين اللي بينتموا للمدرسة الكلاسيكية، ما مفهوم عن عمل المنتج، هل هو زيه زي آدم سميث ولا كان مختلف، وآخر حاجة هنختم بيها النهاردة نظرياته عن التجارة الدولية. هناخد بس نبذة سريعة كده عن مين هو جون ميل، ايه الظروف اللي نشأ فيها. بالنسبة لجون ميل، كان بيتميز ان هو على درجة كبيرة قوي من التعليم والثقافة وهو في سن صغير، واللي مكنه من كده ان كان والده مثقف جدا ويعتبر اقتصادي معروف في الفترة دي. ورغم من كده ظهر والده في نفس الفترة اللي ظهر فيه كتاب آدم سميث ثروة الأمم، وبالتالي لم يحظى بنفس الشهرة اللي نالها آدم سميث، ولكنه كان له إسهامات في الفكر الاقتصادي. بالنسبة لجون ميل كمان، كان مهتم بدراسة العديد من اللغات القديمة، الرياضة، الطبيعة، الكيمياء، المنطق، ولكن بعد كده اتجه إلى الاهتمام بالاقتصاد وعلم الاقتصاد، وابتدى يدرس أهم النظريات اللي قدمها آدم سميث وريكاردو، ودرسها كلها وهو في سن صغير جدا، تقريبا كان عنده 15 سنة. وعشان كده لقينا إن ميل قدم ملخص كبير لعلم الاقتصاد الكلاسيكي حوالي سنة 1848، لخص اللي يقدمه آدم سميث، ريكاردو، مالتس في كتاب كده بيوضح أهم إسهامات الاقتصاد الكلاسيكي. بس مش موضوع وقف عند كده، بل هو كمان حاول يضيف مجموعة من الأفكار الجديدة بالإضافة إلى أفكار الكلاسيك اللي قبل. أما بالنسبة بقى لأهم الظروف اللي عاصرها جون ميل، فكان تتسم بوجود مزيد من الحرية التجارية. في الفترة دي تم إلغاء قانون الغلال أو الحبوب اللي اتكلمنا عليه قبل كده واحنا بنتكلم عن ريكاردو أو عن مالتس. كمان تم إلغاء قوانين الفقراء اللي كان مالتس ضدها بشدة، فتم إلغائها في هذه الفترة. في الفترة دي برضو ابتدت تظهر مجموعة من الحركات العمالية في مزيد من التفكير الاشتراكي اللي بيدافع عن الطبقة العاملة وحقوق الطبقة العاملة المهدرة لصالح الطبقة الرأسمالية. عشان كده ما نستغربش ان افكار ماركس اختلفت شوية عن افكار سميث او ريكاردو، افكار ميل سوري اختلفت شوية عن افكار سميث او ريكاردو، وكان بيميل أكتر إلى الفكر الاشتراكي. طيب أمال المنهج التحليلي اللي اعتمد عليه ميل كان هو عبارة عن إيه؟ هو زيه زي آدم سميث كان بيميل أكتر إلى استخدام المنهج الاستقرائي، اللي هو منهج بيميل أكتر إلى الواقعية، بيعتمد على الرجوع إلى العوامل التاريخية السابقة، وكمان بيدرس الظاهرة الاقتصادية في إطار يشوف الظروف الاجتماعية المحيطة بالظاهرة دي، مش بس ظاهرة اقتصادية فقط ولكن البعد الاجتماعي دي. فبالتالي استخدم ميل نفس المنهج التحليلي اللي استخدمه سميث، واختلف عن منهج ريكاردو الذي يتسم بأنه منهج استنباطي.
بعد كده بقى نركز من أول هنا عن هي إيه أهم الإسهامات اللي اتكلم عليها جون ميل سمات الاقتصادية. أول حاجة كالعادة بنبدأ بنظرته عن القيمة، شايف القيمة إزاي وممكن أحدد القيمة هنا إزاي. هنا ميل كان شايف وركز بشكل كبير على عنصر رأس المال وعلى أهمية عنصر رأس المال، وإن هو من العناصر الأساسية اللي أنا لازم أعتمد عليها وأنا بحدد القيمة بالإضافة إلى تكلفة عنصر العمل. هنا برضو احنا فاكرين كان ريكاردو أكد برضو على عنصر رأس المال، ولكن تفسير عنصر رأس المال كان مختلف شوية، فكان شايف إن عنصر رأس المال عنصر غير مستقل. وما جه عرف عنصر رأس المال عندنا شايف إن هو عبارة عن عمل مدخر أو عمل مختزن، يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني مثلا شفنا الآلات والأدوات ما هي إلا عمل بُذل من قبل. فبالتالي ما كان قسم عناصر الإنتاج ريكاردو قسمها إلى عنصر العمل المباشر اللي هو العنصر البشري الذي يحصل على الأجر، وعنصر العمل المدخر أو المختزن اللي هو عنصر رأس المال وبيحصل على ربح. فبالتالي هنا ريكاردو كان معترف بعنصر رأس المال، ولكن كان شايفه عنصر غير مستقل. لكن هنا ميل شاف إن عنصر رأس المال عنصر مستقل وعنصر هام في تحديد قيمة الأشياء أو السلع التي يتم إنتاجها. كمان اتكلم ميل عن عنصر الربح. احنا عارفين عنصر الربح ده بيحصل عليه عنصر الإنتاج بتاعي نتيجة إن هو بيتحمل الريسك أو المخاطر. وكان شايف ميل إن الأرباح دي تعتبر محدد من المحددات الأساسية اللي لازم أخدها في الاعتبار وأنا بحدد القيمة. وبالتالي هنا نظرية القيمة عند ميل مش بس بتعتمد على نظرية العمل، ولكن كان بيركز على نظرية نفقة الإنتاج، عناصر الإنتاج المختلفة اللي بتأخذ في الاعتبار نظرية نفقة الإنتاج. لازم ننظر إلى تكلفة العمل، تكلفة رأس المال، وكمان عوائد المخاطرة وتنظيم الإنتاج اللي هي في شكل أرباح. هنا ميل كمان ما اختلفش في أفكاره عن أفكار المدرسة الكلاسيكية بصفة عامة، أما تحدث عن السعر الطبيعي وسعر السوق، وإن ممكن في الأجل القصير بيكون في اختلاف ما بين سعر السوق وما بين السعر الطبيعي، ولكن بيضمن إن في الأجل الطويل لابد أن يحصل توازن في السوق عند السعر الطبيعي، واللي بيساعدنا إن احنا نوصل للتوازن في الأجل الطويل عند السعر الطبيعي إن السوق بتاعي معتمد على المنافسة. وبالتالي ميل زيه باقي المفكرين اللي بينتموا مدرسة كلاسيكية كان بيدعو إلى المنافسة اللي موجودة في السوق، وكان ضد فكرة الاحتكار لأن ده بيساعد على الوصول إلى السعر الطبيعي والتوازن في الأجل الطويل. كمان كانت من أهم إسهامات جون ميل فيما يتعلق بإسهاماته الاقتصادية بالإضافة إلى نظريته عن قيمة، اتكلم برضو عن قوانين الإنتاج والتوزيع. هنا برضو هنلاقي إن ميل اختلف شوية عن الكلاسيك، فكان كل المفكرين الكلاسيك كانوا شايفين إن النظام الرأسمالي هو أفضل وأصلح نظام بالنسبة للإنتاج والتوزيع، ولكن ميل اختلف معاهم في النقطة دي. فكان شايف إن عندي نوعين من القوانين، قوانين تتسم أو بسميها قوانين الإنتاج، وقوانين بسميها قوانين التوزيع. قوانين الإنتاج دي هي قوانين ممكن أسيبها للسوق يحكمها، وبالتالي في بالنسبة لقوانين الإنتاج لا داعي للتدخل فيها، بل هسيبها لقوى السوق، فدي خارجة عن إرادة الإنسان فليس هناك حاجة للتدخل فيها. فلو سبتها لقوى السوق هوصل لنتائج أفضل، يعني هنتبع فيها مبدأ دعه يعمل دعه يمر وعدم التدخل في قوانين الإنتاج من قبل الدولة. لكن وجهة نظر بالنسبة لقوانين التوزيع مختلفة تماما. بالنسبة لقوانين التوزيع لازم نتدخل في القيام بالتوزيع عشان يكون في نوع من المساواة والعدالة في توزيع الدخول. وكان ميل شايف إن أكتر الناس اللي بيساهموا في العملية الإنتاجية اللي هي طبقة العمال لا يحظوا ولا يتمتعوا بنوع مجزي من العائد أو من الاحترام أو من التكريم. فبالتالي لازم هنا نتدخل ونعمل إعادة توزيع الدخل لصالح هذه الطبقة. تاني الكلام ده معناه إيه؟ هنا فرق بقى ميل
ما بين في نوعين من القوانين، قوانين الإنتاج قوانين التوزيع. قوانين الإنتاج هنا مفيش حاجة تدخل فيها فهنسيبها لقوى السوق من الطلب والعرض، أما قوانين التوزيع في دي ما ينفعش أسيبها لقوى السوق من الطلب والعرض، فلازم يكون في تدخل باستمرار من قبل الدولة بحيث يكون في نوع من العدالة والمساواة في توزيع الدخول ما بين الأفراد أو ما بين عناصر الإنتاج المختلفة. كمان اتكلم ميل عن فكرة تدخل الدولة. هنا ميل برضو كان شايف غالبا ان هو كان مع مبدأ الحرية الفردية ومبدأ ده يعمل دعم الأمور، ولكن في بعض الأحيان كان شايف ان بيبقى فيه نوع من الظلم فلازم تدخل الدولة في بعض الأمور، ما ينفعش أسيب السوق حر في كل الأحوال. زي إيه مثلا؟ فكان شايف إن في بعض الأحيان في بعض السلع أو الخدمات التي بيبتعد عنها القطاع الخاص، فهنا من مصلحة الشعب كله إن الدولة تدخل لتوفير هذه السلع أو الخدمات. كان من هذه الخدمات خدمة التعليم، فكان شايف وأكد على دور الدولة في توفير التعليم وكمان جعله إجباري خاصة في مراحل التعليم الأساسية. فهنا كان شايف إن ممكن القطاع الخاص يحجم عن توفير خدمات زي التعليم، فهنا الدولة دورها الأساسي توفير التعليم ويكون بشكل إجباري في المراحل الأساسية. كمان سمح ميل إن الدولة ممكن تدخل في بعض الأحيان تصادر بعض الممتلكات الفردية للأفراد إذا حصل تعارض ما بين مصلحة الشعب أو المصلحة العامة ومصلحة الفردية لبعض الأفراد. وكمان شاف إن من حق الدولة في بعض الأحيان إنها تستولى على ريع بعض الأراضي الزراعية، لأن كان شايف إن طبقة الملاك الأراضي الزراعية بيحصلوا على مقابل وريع دون وجود جهد مبذول أو تضحية من جانب المالك ده. فكان شايف إن من حق الدولة في بعض الأحيان تدخل وتستولي على جزء أو الريع بتاع الأراضي الزراعية لملاك الأراضي دي. هنا تاني ممكن نقول إن ميل كان مع تدخل الدولة في بعض الأحيان لتوفير بعض الخدمات التي يحكم عن القطاع الخاص أو يبتعد عنها القطاع الخاص في إنتاجها خاصة التعليم. اتفقنا إن هو لازم يكون إجباري في المراحل التعليم الأساسية. سمح كمان ميل في مصادرة بعض ممتلكات الموجودة للأفراد إذا حصل تعارض ما بين مصلحة الشعب أو الصالح العام وبين المصلحة الفردية. طبعا ده الكلام ده ما كانش موجود عند مفكرين تانيين في الفكر الكلاسيكي، فهنا كان ميلز أحيانا بيوصف إن هو عنده بعد شوية أو بعض الأفكار الاشتراكية في بعض الأحيان. كده احنا اتكلمنا عن إسهامات ميل في نظرية القيمة، الفرق ما بين قوانين الإنتاج وقوانين التوزيع، شفنا رأيه هل تتدخل الدولة ولا ما تتدخلش. دلوقتي هنتكلم عن مفهومه عن العمل المنتج. هنا اختلف ميل عن آراء سميث فيما يتعلق بالعمل المنتج. احنا لو فاكرين لما اتكلمنا عن آدم سميث فرق آدم سميث ما بين العمل المنتج والعمل الغير منتج، وكان شايف سميث إن العمل المنتج هو المتعلق بإنتاج السلع المادية الملموسة، والعمل الغير منتج هو المتعلق بإنتاج الخدمات. هنا ميل اختلف مع سميث، فهنا شايف ميل إن هناك بعض الخدمات اللي ممكن نقدمها وتعتبر في نفس الوقت عمل منتج. إزاي؟ فمثلا لو احنا بصينا للتدريس أو التعليم أو التدريب، فإن الخدمات دي بترفع من السكيلز والمهارات العمالية أو مهارات العمال، فبالتالي ممكن في الحالة دي أنظر إلى التدريب والتعليم اللي هو بيعتبر عمل منتج، لأنه يؤدي إلى رفع المهارات بتاعة العمال وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج بتاعي. فكلما أدى التعليم والتدريب إلى رفع مهارة العمال ومن ثم زيادة الإنتاج، فممكن أنظر ليها لهذه الخدمات إن هي عمل منتج. ولكن في حالة لو ما أداش إلى رفع مهارات العمال، ففي الحالة دي هو هنا عمل غير منتج. كمان شاف ميل إن مش كل السلع اللي أنا بقدمها تعتبر عمل منتج، فأحيانا بيتم إنتاج بعض السلع
ولكن في النهاية ده يعتبر عمل غير منتج. إزاي؟ فممكن بعض المصانع تنتج بعض السلع، والسلع دي في الآخر بتبقى سلع غير مطلوبة، ليس عليها طلب في السوق، فهنا بنتج سلع مقدرش أصرفها، فعشان مفيش طلب عليها، لأن هي ما عملتش مواكبة للتطور التكنولوجي الموجود تبعت يعني الطرق الحديثة في الإنتاج، فبالتالي ده يعتبر نوع من ضياع وإهدار المواد الموجودة في المجتمع. ممكن ندي مثال بسيط كده في المفهوم الحديث شوية. احنا كنا في الأول لما ظهرت الموبايلات كانت شركة نوكيا كانت مشهورة قوي، من أكتر الشركات المنتشرة. شوية شوية ابتدت بقى تظهر موبايلات التاتش، فشركة نوكيا اللي كانت بتعتمد على الموبايلات البسيطة اللي ما فيهاش انترنت ومعتمدة على الزراير دي، ابتدت بقى خلاص ما حدش بيطلبها. فالاستمرار في انتاج هذه النوع من السلع لا تواكب التقدم التكنولوجي ده فعلا يعتبر اهدار للموارد، واللي ممكن اشوفها ان هي سلعة غير منتجة. لكن شوية شوية ابتدت بقى نوكيا تشوف التطور اللي حصل وتحاول تطور من انتاجها، فهنا في الحالة دي بتواكب التطور التكنولوجي وبتحاول تبقى في اطار المنافسة الموجودة في السوق. فانا لو انتجت سلعة ملهاش طلب في السوق فده يعتبر سلعة غير منتجة، لان هو ده يعتبر اهدار للمواد الموجودة في المجتمع. فلابد دائما عند انتاج السلع اشوف التطور التكنولوجي الموجود في عندي واحاول اواكب الفكرة والتقدم التكنولوجي الموجود. فنلخص تاني مفهوم ميل عن العمل المنتج. هنا كان ميل شايف ان بعض الخدمات زي التعليم والتدريس ممكن انظر له انه عمل منتج، لانه بيساعد على زيادة مهارات العمالة وبالتالي زيادة الانتاج. من ناحية تانية ان ممكن بعض السلع تكون إنتاجها غير منتج، لأن هنا بنتج سلعة وفي المقابل ليس عليها طلب، فده يعتبر إهدار للموارد اللي عندي، بعكس سميث اللي كان شايف إن إنتاج كل السلع يعتبر عمل منتج وإنتاج الخدمات كلها بمختلف أنواعها عمل غير منتج. فده من أهم الاختلافات الموجودة بين آدم سميث وجون ميل فيما يتعلق بمفهوم العمل المنتج. من أهم الإسهامات اللي اتكلم عليها جون ميل برضو اللي لازم نشير ليها مفهومه عن التجارة الدولية. طيب هنا ميل قدم نظرية سماها نظرية القيم الدولية، تعتبر من أهم وأحد النظريات اللي بتنتمي للفكر الكلاسيكي، وبتحاول تفسر التجارة الدولية أو التجارة الخارجية. هنا برضو احنا ممكن نشوف اهم الفرق اللي كان ما بين جون ميل وما بين ريكاردو. لو فاكرين لما اتكلمنا عن ريكاردو كان ريكاردو مركز اكتر عن فكرة النفقة او التكلفة النسبية، وان كل دولة بتتخصص في انتاج السلعة اللي تقدر تنتجها بتكلفة اقل. هنا ميل اتكلم عن مفهوم الميزة او الكفاءه النسبيه، ان انا مش بس ببص لتكلفه الانتاج او النفقه النسبيه، فالمهم كمان ابص لكفاءه والجوده بتاعه السلعه اللي انا بنتجها. فالدوله برضو بتتخصص في انتاج السلعه اللي تقدر توفرها بجوده افضل وتصدرها الى دول العالم. فهنا النظره ما بقتش تقتصر على التكلفة النسبية أو النفقة النسبية، بقى المفهوم أوسع شوية، فكرة الكفاءة أو الميزة النسبية. ودي من أهم الاختلافات الموجودة ما بين ميل وما بين ريكاردو. من أهم الحاجات اللي أشار ليها كمان ميل مفهوم معدل التبادل الدولي، وإيه هي شروط معدل التبادل الدولي، وكان على أساس معدل التبادل الدولي ده أنا ممكن أحدد وأوزع المكسب ما بين أطراف التبادل الدولي اللي عندي. فهنا لما اجي اتكلم عن معدل التبادل الدولي فده بيتحدد وفقا لقانون سماه ميل قانون طلب المتبادل. فانا لازم اخد بالي ان طلب اي دولة من السلع ما هو الا عرض للدولة التانية من نفس السلع. يعني ايه الكلام ده؟ فناخد مثال بسيط كده ما بين دولتين. لو انا عندي دولتين، عندي الدولة A والدولة B. الدولة A والدولة B دول دولتين في تبادل ما بين الدولتين. نفترض مثلا إن الدولة دي عندها ميزة نسبية في سلعة معينة، ولتكن السلعة دي هي السلعة X، فهنا الدولة B هتصدر السلعة X إلى الدولة A. فالدولة
بكمية ولتكن 100 مليون طن. فهنا عندي الدولة بي عندها ميزة نسبية في السلع إكس، فهتصدر 100 مليون طن، يعني عندها سبلاي أو عرض 100 مليون طن من السلع إكس. ده يعتبر عرض الدولة بي، والعرض ده هو في نفس الوقت هو الطلب، أو هو عبارة عن استيراد الدولة إيه من الدولة بي. يعني هنا عندي 100 مليون طن يعتبر عرض بتعرضه الدولة بي من السلع إكس، وده في نفس الوقت ما هو إلا عبارة عن طلب من قبل الدولة إيه. فهنا طلب كل دولة ما هو إلا عرض للدولة التانية بنفس الكمية. ممكن ناخد العكس بقى، أنا عندي برضو دولتين، الدولة إيه والدولة بي. هنا الدولة إيه عندها ميزة نسبية في سلعة تانية ولتكن هي السلعة واي، فهنا الدولة إيه هي هتصدر السلعة واي، يعني بتعرض وليكن مثلا 50 مليون طن من السلع واي في شكل سبلاي أو عرض بتقدمه الدولة إيه. فال50 مليون طن ما هو إلا طلب من قبل الدولة بي، فطلب كل دولة بالكمية دي هو نفس عرض الدولة التانية من السلع نفسها. هنا ابتدينا نعرف ايه هو معدل التبادل الدولي، حاولنا نشوف ان ازاي ان طلب كل سلعة ما هو الى عرض الدولة التانية من نفس السلعة. كمان اتكلم ميل عن فكرة ايه ازاي بقدر اوزع المكاسب اللي بتجيلي من التجارة الدولية او من التبادل الدولي، ومين الدولة هتكسب اكتر. فعشان اقدر احدد المكاسب دي فبشوف طبعا وفقا للمفهوم الحديث اللي عندنا ان كل الدولة ما كانت بتصدر اكتر ما بتستورد، فبالتالي المكسب من التجارة الدولية بيبقى هو الاكبر للدولة دي. يعني ايه؟ فكلما كانت الدولة بتصدر اكتر يعني الطلب الخارجي بتاعها قليل، يعني حجم الواردات بتاعتها قليل، فبالتالي بتحصل على المكاسب الاكبر من التجارة الدولية. بينما الدول اللي الطلب الخارجي بتاعها كبير، بمعنى ان الواردات عندها كبيرة، فمكاسبها بتبقى اقل. ده من ناحية. من ناحية تانية بندخل كمان فكرة المرونة. ازاي؟ ان فكرة المرونة هنا ممكن نلاقي ان المكاسب بتعود اكتر في التجارة الدولية للدول اللي بتتخصص في السلع اللي فيها مرونة الطلب بتاعها قليلة. يعني ايه؟ يعني لو هنا حصل ارتفاع في سعر الصادرات بتاعها بتاعة الدولة دي، هتنخفض الكمية، ولكن هتنخفض بكمية أقل من الزيادة اللي حصلت في السعر. فكلما كانت الدول عندها سلع ذات مرونة أقل، كلما كانت المكاسب اللي بتحصل عليها من التبادل أو من التجارة الدولية بتبقى أكتر. هنحاول نعيد الكلام ده تاني. احنا تاني هنا في نقطتين مهمين، اما اجي اوزع المكاسب في التجاره الدوليه مين هيكسب اكتر من مين بالنسبه للدول او اطراف التبادل، فهنا ببص لحاجتين، ببص مين بيصدر اكتر ومين بيستورد اقل. يعني فكل ما كانت الدوله حجم الصادرات بتاعتها اكتر وكان الطلب الخارجي بتاعها قليل، فبالتالي المكاسب اللي بتعود عليها من التجاره الدوليه بتبقى اكتر. ده من ناحيه. من ناحيه تانيه لازم ادخل فكره المرونه في السلع اللي انا ايه بصدرها او السلع الدولة التانية بتستوردها مني. وكلما كانت السلعة دي بتتميز بالمونة بتاعتها اقل، بمعنى لو حصل ارتفاع في سعرها الكمية هتقل، ايوه، ولكن بشكل اقل او بنسبة اقل. فبالتالي كده ان المكاسب الاكبر في التجارة الدولية بتعود الى الدول ذات مرونة الطلب الاقل. هنا كمان ما ينساش ان ميل اشار كمان الى فكرة تكلفة النقل، ودي من العوامل الأساسية اللي لازم أخدها في الاعتبار وأنا بتكلم عن التجارة الدولية. وإن في بعض الأحيان ممكن إن التبادل التجاري يقف نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فلازم آخد في الاعتبار تكاليف الإنتاج وأنا بتكلم على التجارة الدولية. هنحاول نلخص تاني بسرعة مفهوم ميل عن التجارة الدولية. فأهم نقطة عندنا بدأنا بيها إن ميل قدم نظرية سماها نظرية القيم الدولية، إن هو كمان اتكلم عن فكرة جديدة سماها الميزة أو الكفاءة النسبية، بينما كان ريكاردو مركز على نفقة الإنتاج بس. هنا ابتدى يتكلم ميل عن فكرة الجودة والكفاءة في إنتاج السلعة،
وإن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع اللي تقدر تنتجها بكفاءة نسبية أعلى من الدول التانية. أشار إلى مفهوم سماه معدل التبادل الدولي، وعلى أساس معدل التبادل الدولي ده بيتم توزيع المكسب ما بين أطراف التبادل، وإن معدل التبادل الدولي ده بيتحدد وفقا لقانون سماه قانون طلب المتبادل، يعني إن طلب أي دولة من سلعة معينة ما هو إلا عرض الدولة التانية. ممكن أشرح لكم بسرعة تاني المثال بتاع الدولتين، الدولة A والدولة B. فهنا لو افترضنا إن إحنا عندي دولتين، الدولة A والدولة B، الدولة A وليكن عندها ميزة نسبية في إنتاج سلع ما ولتكن السلع X، الدولة B هنا عندها ميزة نسبية في إنتاج السلع X، معنى إن هي هنا بتعرض أو حجم العرض بتاع السلع دي وليكن 100 مليون طن، فده عرض الدولة دي ما هو في النهاية إلى طلب من قبل الدولة إيه في شكل الواردات. فهنا هتبقى العرض بتاع الدولة دي 100 مليون طن في شكل صادرات، والطلب بتاع الدولة إيه برضو 100 مليون طن من السلع إكس بس في شكل طلب أو شكل واردات، فطلب كل دولة هو نفس عرض الدولة التانية. هنا لو حبيت أقسم وأشوف المكاسب من التبادل الدولي، فهنا لازم أبص لحاجتين. أول حاجة بشوف إن المكاسب بتعود أكتر للدول اللي عندها طلب الخارجي بتاعها قليل، يعني حجم الواردات بتاعها قليل وحجم الصادرات كبير، فكلما كانت الصادرات أكبر من الواردات كلما كانت المكاسب أكبر في التجارة الدولية. العكس بقى، لو كان عندي دولة طلب الخارجي بتاعها عالي، يعني حجم الواردات بتاعها عالي وحجم الصادرات بتاعتها منخفض، فبالتالي المكاسب بتاعتها من التجارة الخارجية هتبقى، ده من ناحية. من ناحية تانية هندخل فكرة المرونة، واتفقنا إن بتحقق المكاسب الأكبر وبتعود للدول اللي عندها مرونة أقل. يعني إيه؟ يعني تقدر لو عندها سلعة بتصدرها وارتفع سعر السلعة دي، فهنا الكمية هتقل ولكن بنسبة أقل من الارتفاع اللي في السعر. ده تقريبا نفس المتعلق بالسلع اللي كنا بنسميها السلع الضرورية، اللي هي بتتسم بانخفاض مرونة الطلب عليها، فلو سعرها زاد بنسبة معينة الكمية هتقل، ولو قلت هتقل بنسبة منخفضة جدا. فكلما كانت الدول تتخصص في أو عندها ميزة نسبية في السلع اللي عندها فيها مرون أقل، فالمكاسب الدولية بتعود لهذه الدول. واخر حاجه بقى اتكلم عليها من فيما يتعلق بالتجاره الدوليه، كانت فيما يتعلق بتكلفه النقل، وازاي ان تكلفه النقل هنا هو لما نيجي نتكلم عليها بتاثر بشكل كبير على حجم التبادل، او قد تؤدي كلما ارتفعت تكلفه النقل الى عدم اتمام بعض المعاملات التجاريه الدوليه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن جون ميل واهم اسهاماته اللي هو قدمها فيما يتعلق باسهامات اقتصاديه، ركزنا على بعض النقط، اتكلمنا عن نظريته وعن القيمه، مفهومه عن قوانين الانتاج والتوزيع، اتكلمنا عن فكرته عن تدخل الدوله في النشاط الاقتصادي، هل تدخل ولا لا، اتكلمنا عن مفهومه وعن العمل المنتج، وختمنا به التجارة الدولية ومفهومه عن معدل التبادل الدولي، وإزاي بقدر أوزع المكاسب بين الدول اللي تدخل في التجارة الدولية أو ما بين أطراف التبادل.